خير الزاق يا كريم يا الله يا الله. امسكي هذا عبو الثاني. ابنك مات علي يا ناصر. هذا قضاء الله وقدره. اهم شيء سلامة الشغال. كبرت جنب خاله وجده. كان انتظرتني يا مسعود. يحيى في آخر لحظة لسه لاحق بعده وأتابعه من مكان لمكان. أنا إيش أعرف أنا ابن من؟ أنا ابن من يا جميلة؟ كلمي مسعود، مالك رجعت الولد معك؟ ما قبرتش مع صفية؟ الولد حي ما ماتش. ابن من هذا الطفل؟ وكيف صلش؟ لا تقلل ولا تكثر بالأسئلة، هذا رزق وجلى عندنا، وربك إذا ابتلى جبر. الحمد لله.
أمير معك زيارة. ما شاء الله. أول ما أخرج من هنا أدخل محل حلويات وأسرق من كل شيء وأكل لما أشبع. أيوة، علشان يمسكوك وتحتبس مرة ثالثة. خلاص توبة، ولا شيء يسرق ولا شيء يحتبس. ابعد لك من هذا عاصي والديه. قتل أبوه ضرب، لا يرجع يودي في باك ولا يعمل لك مشكلة. قتلت أبوك؟ أنت مش عارف شي، سكت ولا لك أي دخل. لفقوا لي التهمة تلفيق، وقريب بطلع براءتي وكلكم بتعرفوا. بالرغم من هالمرة الثانية الذي انسجن فيها أنا، لكن ما قدرت أتعود على هذا المكان. كل يوم أحسب متى أخرج من هنا، إيش أفعل بيدي الطويلة؟ أقطعها؟ أجست عنه؟ ذلتني يدي تبصر حق الناس وتسرقه؟ ما أحد يشتيني لأمي ولا أبي ولا أحد، كلهم بيهربوا مني ويغلقوا على كل شيء. لكن لا تخافوش مني، أنا طيب وطيب جدا، لكن سارق. ما عاد فيش شي نغلق عليه. أنا ما قطعم زي الكعك هذا يا أمير، شكل أمك تحبك كثير، تسوي لك كعك وتدلعك. بس قل لي إيش قصتك؟ وإيش جابك هذا المكان؟ شكلك ابن ناس. مثل ما قلت، أمي تحبني وتهتم بي كثير، ما بش أحد يحبني مثل أمي. ما تنقصش علي أي حاجة، أي شيء أحتاجه توفره لي، لدرجة أن الناس كانوا يقولوا لي أن إحنا ما سمعناش صوت أمك نهائيا إلا من بعد ما كبرت وخرجت الحالة وصلت المدرسة. سمعت بي كل بيت، ما بش أي بيت إلا وطعفرت به، وهذا كله عشاني الله يحفظها. ما كانش تحسسني النبي مش موجود نهائيا. ليش وين أبوك؟ الله ما أنا داري، الظاهر أنه سافر، لأن الناس قالوا أنه في أوروبا، ناس قالوا أنه مات، أنا ما أدريش. كل اللي أعرفه صورته المعلقة عندنا في البيت من عمري سنة وأنا أشوفها. ربي عوضك بأمك. يا الله الحمد لله، بس من كثر ما أمي حبتني أحس أني فقدت الثقة في نفسي، كنت أنضرب دائما، كل ما أخرج الحارة أنضرب وأسير المدرسة أنضرب، خاصة من سليم هذا اللي انسجنت بسببه، كان معه غسان. وقت ما ضربته مرت كل الذكريات أمام عيني، اللي كان يتمسخر مني ويضحك عليها ولا كان يضربني، حتى أنني ضربته بدون ما أفكر. وخالي اللي يكفلني كان دائما يصيح فوقي ويضربني، كان طمع وحسه عند الفلوس، لكن شي هم أي شيء إلا الورشة والفلوس. أكثر كلمتين كنت أسمعها منه: أنت فاشل، أنت جبان. أهلا يا خالة، كيف أنتي؟ الحمد لله. أين أمش؟ أمي خرجت قبل شوي. كيف أمير؟ طمنينا عليه. ابني ما يتحملش الحبس حتى وهو في البيت، كيف عيتحمل الحبس وهو في الحاجز؟ قبني عليك يا ولدي. الله يفك أسره ويخرج بالسلام إن شاء الله. إن شاء الله. تفضلي تفضلي، أمي بتجي الآن. تفضلي تفضلي. Thank you.
مالك ما رقدتش؟ أفكر في أمي. أحس إنك مهموم وداخلك أشياء كثيرة تشي تتكلم بها. اعتبرني أخوك وسرك فيه بير، ماشي أكلمش بها أحد أبدا. أفكر في أمي اللي كانت تشقى داخل وخارج البيت عشاني أنا وأخواني، توفر لنا كل شيء ولا حرمتنا من حاجة، وبي يخزن وخارج البيت طوال الوقت ولا كأن احنا عياله مسؤول علينا. روحت من المدرسة بدري واسمع صوت امي وبي يضربها، كنت ادق مع كل صوت من امي، ما دريت بنفسي الا عند الطاقة كسرت الزجاج، قتلها ضرب ما خلى شيء لو كسره فوق راسها، ما حسيت بنفسي الا وانا اضربه، ضربته لما شوهت وجهه. انا اكثر واحد احب هذا المكان لان ما عنديش مكان غيره. شوف كل إنسان يغلط، ما بش إنسان ما يغلطش، بس المهم إنه يتعلم من غلطه. حتى أنا غلطت وضربت سليم وعورته، لما أجي تفكر كان الموضوع ما يستاهلش، عشان كل ما عصبت كنت قادر أمررها، بس أحيانا الواحد بيخلي غضبه يتحكم فيه وبعدها يتحمل عواقب كثيرة. اسكتوا وتخربوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باركوا لي يا شباب، خلاص يومين واخرج من هنا واسيب المكان هذا لكم. ما لكم يا شباب؟ ولا واحد فرحني؟ أنا فرحت لك أنك تخرج عند أهلك. الصدق أنت وأمير محظوظين. أكيد أهلك الآن فاقد لك وانت فارح بخروجك هذا. انا افكر اذا خرجت وين اروح؟ ما فيش معي مكان، قد انا جلست هنا وخلاص. حتى انا مثلك ما اخرجش، شبعت من الدنيا وما فيها بعد ما ماتت امي. الله يرحمها. الله يرحمها. امير افتح الباب. البسونا عشان اقدر اقنع خالي واحلجه. انا شطلع غير ملابسي ونلتقي للورشه. ها ما قلت يا خال؟ ما قلت. من هو المجنون اللي عايش يشغل عنده خريجين سجون؟
لكن يبدو من وجوههم انهم حق شقاء. اسمعوا، علشان امير اجلسوا في الورشه، اشربوا وكلوا وارقدوا واشتغلوا، لكن دلع عندي ما بش، كلام زياده ما بش عندي، مفهوم؟ غسان قوم علمهم. هاي قدامي. خليت لنا بطانيات نتدفى ولا ماشي؟ يما الغرفة مالها بطانيات، يدفن قرية. صورتك ما عاد تخلي لي ولا خرقة في البيت. احمد يالله عشان تسكيها الصبان. وانت حتجلس مع شلة يا نظر؟ وانا سخاف اللتش؟ مستحيل، انسي هذا الشيء تماما. يلا شكرا، جزاكم الله ألف خير، جعل الله البطانيات في ميزان حسناتكم. مسعود، خارجني من خارجين السجون هولا، مشتيهم شي ساير ابني. حسستيني بنش خريج جامعة، كلهم ضايعين ما بش معاهم مستقبل ولا يحزنون. قوموا قوموا، وش هرق لهذا السعراق دي؟ هاد اشتغلوا، ايش من عمال هذا؟ لا خلاص يما، شو اصطبح في الورشه؟ كيف انت يا امير؟ الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. هذا قال هواية. وهذا حق ايش يا غسان؟ ما ولا سأل، هذا مشروع عليك. خلاص. أما قد جابرتك شاشة أقول لك ما هي هذا. مين شنو هذا؟ هذا حق التهنكي. من أنا يسرق مين منكم؟ ردوا! اللي يعرفه يا أخي إنه ما حد يقدر يسرقك. أنا سرقت، واللي سرقني واحد منكم. والله الورشة كانت من أول في أمان، إلا بعد ما دخلوا بعض الناس. ومن تقصد بعض الناس؟ خريجين السجون. غسان، أصحابي ما هم سرق، أنا وانت دارين بالفلوس حق خالي بس، أو ماشي يا خال؟ كلكم سرق، وأنا اشتي فلوسي ترجع الآن لعندي. لا يا مسعود، أنا لا يمكن أني أسرقك، بعد أنا ما بنشتغلش عندك من أمس. الثقة الزايدة أحياناً تقلق، أنا أثق فيك جداً. ها مرة ثانية كن خلي مفاتيحك عندك أحسن.
ياي قصدك بالحركة هذا الذي فعلته أنك بتقلب مسعود علي؟ فأحلامك مسعود ما يستطيعش يستغني عني ولو دقيقة، فهمت يا أمي؟ ولا حن قد جبت أصحابك إذا قاعد تستقوي بهم؟ غسان أنت ما قد تعرفنيش، رحلك من قبالي وحاول تحافظ على وجهك أحسن ما غير لك ملامحه. اللي فعلت فيه سليم أنا قادر أفعله أعظم منه. تشتشي يا أمير، وأنت لزم حدك وعرف من تكلم. أمير له في الورشة مثل مسعود وأكثر. سير اشتغل سير. إذا ما بتجيب اللي قلت لك عليه بتشوفي مني شيء عمرك ما شفتي ولا عرفتي، وبتبكي بدل الدموع دم. السبب ولا الزمن أصبح غريب، صرنا جروح للوقت وأحزان السنين. هل باقي روح للكره ولا دنا رهن الضياع، وكل يوم نخسر ويجرحنا وداع. أي لوم رضا وولدنا رهن الضياع، وكل يوم نخسر ويجرحنا وداع. الحياة حتى تعود المياه إلى مغاني النفوس قبل الربا قبل الغروس، والكل نفسه قطيب مثل المحب للحبيب، نفتح طريق القلوب يسقينا سد الغريب.